اكل النيفه دون مزاج، واحلى حاجه الواحد ياخد طبق النيفه وعليه الشوربه بتاعته وتتصفى قدامكم، وبعد كده عم الحاج يرفع الطبق ويحطه في رغيف العيش المقمر. يا جمال النيفه وهي لونها احمر والبهارات عليها. خدت نفسي ورحت ميدان الفواطيه في باب الشعريه، ورحت محل صغير اسمه درويش. الراجل ده متخصص في النيفه العالميه، مفيش حد ما يعرفوش، من 1931 والمحل دون في ميدان الفواطيه باب الشعريه. بقالك كام سنه بتجيب عيش الدرويش؟ كتير قوي. على طول كل يوم؟ اه. اسم حضرتك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي سعد الله الحكيم. عندك كام سنه يا عم سعد؟ عندي 67 سنه. ربنا يديك الصحه يا عم سعد. اجي في التلفزيون الساعه كام؟ انت بتيجي من منطقه ايه لغايه ايه؟ ها؟ المخبز فين؟ المخبز قدام. وانت بقى كل يوم شغال بالعجله كده؟ كل يوم رايح جاي في الشارع. ربنا يديك الصحه يا عم سعد. درويش محل من 1930 ومحل صغير كده وجميل، والنيفه عنده ريحتها بسم الله ما شاء الله في كل ميدان الفواطيه محدش ما يعرفهاش. تروحوا عنده وتشوفوا عنده الفراخ والكباب والكفته والنيفه العالميه. احلى حاجه بقى لما تاخدوا من عنده كوبايه شوربه نيفه وشويه البهارات بتاعتها. شوفوا بقى البهاريس كلها في الكوبايه دي، يعني يا جمال درويش واحلى كوبايه شوربه. كوبايه الشوربه الجميله مفيش حد في الفواطيه وباب الشعرية إلا لما قالك درويش، يعني كوباية شوربة بتاعت النيفة حاجة من الآخر. ونقول بسم الله. بصراحة كوباية الشوربة دي لوحدها توديكوا عالم تاني وعالم تالت ورابع. صباح الفل. النيفة عند درويش جامدة جدا يا جماعة، في ميدان الفواطية باب الشعرية. هتسألوا على درويش 50,000,000,000 واحد هيقول لكم عليه. طبق نيفة عالمي من عند درويش زي ما انتم شايفين، شغل على مية بيضة. المحل هنا من 1930 والمكان لوحده يخلي كده الواحد يرجع لأيام زمان وعبق الماضي. بصوا بقى جمال النيفة وهي طالعة حتة كده، بصوا ملبن ملبن ملبن. بصوا بقى الجمال بتاعها، بصوا صباح الفل. تسلم ايدك يا باشا حبيب قلبي والناس كلها، سلام عليكم. احلى سلام. بص يا باشا دي كده وعنز بتبقى مشويه زي الكباب، اكنك بتاكل كباب. اه الطعم طعم يعني ما فيش حد بيشويها هنا الا هو احنا هنا بقى. كبد القوانص. اه حتى بيستغربوا ما بنقول لهم كبد القوانص مشويه، بيقول لي ازاي مشويه؟ اقول له طب جرب خلاص بقى مدمن بيها. اه والله يا استاذ. ايوه ده كده ده رقب ضاني. ده رقب ضاني. رقب ضاني. رقب ضاني. ده رقب ضاني. ده رقب. اه يعني انت شغال بس رقب بس. رقب ضاني. اه رقب، وفي ساعات بتبقى التواصيد برضه. مفصص العضمايه كده بتاعت الرقبه. اه. يعني شكل العضمايه لوحدها باينه ان هي متفصصه. بيطلع الفص لوحده كده زي ما حضرتك شايف. اللي انت بتسلقها. بتسلي الاول. سلي. اه وفي زبون بيحبها مشويه وفي زبون بيحبها مسلوقه. طب هي الفتره الزمنيه اللي بيقعد فيها النيفه قد ايه عشان تطلع بالطريقه؟ يعني بتقعد لها بتاع ساعه، ساعه وربع، ساعه وثلث، حاجه زي كده. اه. وبعد كده بنشيل العرق ده. لا زي ما هي الاستاذ امجد زي ما هي. وبعد كده بقى بروح داخل متقطيع بقى كده زي ما حضرتك شايف كلها كده ملبسايه. لا دي حته رقبه برضو حمراء زي ما انت شايف. ايوه اه دي حكايه نزلها بقى وتوزنها. بوزن. لا هي بقى بتتوزن وتنزل. بعد كده بسخن بسخن بديها اه تسخين بقى كده عشان بيسخن عشان بتبقى على الوش بارده، واخد بال؟ سعادتك لازم تسخينها عشان برضه هو بياكلها، كل حاجه سخنه بيبقى ليها طعم. هي رقبه واحده وبتتشط نصين. يعني دي بتبقى رقبه واحده كده وهي نيه كده، وانا لما باجي اوضبهم وبجهز الشغل بروح من المؤاخذه ماسك رافع الرقبه كده واحطها على المنحر واروح شاططها نصين كده زي ما حضرتك شايف. طيب انت بتتباع بالكيلو ولا بالطلب؟ يعني الكيلو ب 300. 300 اه. وفي بقى تمن، في ربع، في تلت، في نص، حسب الطلبه اللي بتجيبوه. زي ما حضرتك شفت الزبون كده عايز تمن نيفه. أيوة. وسبعين كفته بوزن التمن نيفه. بيطلع معاها طحينه وبيطلع معاها قوطه وبيطلع معاها شوربه وبيطلع معاها عيش وسلطات. اساس الشوربه عند درويش هنا كوبايه شوربه اساسي. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الرقبه بالظبط. وساعات بيبقى برضه في التوسيط يا استاذ. يعني ايه بقى؟ التوسيط اللي هو بقيه الضلع بتاع الكباب. اللي هو بيطلع بقيه الريش. اه بسم الله ما شاء الله. اه الضلع اللي هو بيطلع بقيه الريش. دي حته بن، دي اسمها البن. اه.
ودي دي ايوه حته اسمها السفله بالرقبه. دي اسمها السفله بالرقبه. ضاني ضاني ايوه ده كل ده ضاني زي ما حسب أيوة. لما يشوف حتى الجمهور يشوف هيعرف ان ده ضاني. الجزار هيبص هيشوف هيعرف ان ده ضاني. سلام ورحمه الله وبركاته. واخد بال حضرتك؟ ايوه عندي بقى الفراخ مسلوقه حسب طلب الزبون. عايزها مسلوقه ماشي. عايزها مشويه بتاعها كام مثلا؟ يعني نص فرخه ب 50 جنيه بالعيش والسلطات. بالعيش والسلطات معاه. بس الملح كان سنه لا معلش الملح جه زياده شويه. معلش الحمد لله الحمد لله. ده بينزل برضه عادي ولا انت؟ لا ده حسب طلب الزبون. ده عايز مش عايز. بس انت عامله بالشوربه طعمه حلو جميل. ما هي بشوربه النيفه. بشوربه النيفه. ايوه بشوربه النيفه. شوربه النيفه دي بتدي الحاجه طعمها. احنا عنواننا هنا 54 شارع الفواتير. الموسكي او باب الشعريه. باب الشعريه هتتبقى. المواعيد اللي عمل حضرتك الساعه كام؟ نعم ببتدي من 12 ل 11 ونص 12 بالليل. في دليفري عندك؟ عندي دليفري. في دليفري يعني لغايه الدايره حوالين مننا. حوالين مننا في الدايره. ماشي. تحب تقولي ايه لجدك؟ بحب قوي. ربنا يخليك. انت تحب تقولي ايه لجدك؟ بحبه قوي قوي قوي. جدك بتاكلي نيفه من عنده؟ ايوه. وانت بتاكلي نيفه وايه تاني؟ وكفته. مناخ وكفتة؟ بتحب الكفتة؟ وانت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ ماشي يا حبايبي. شكرا شكرا. بالك قد ايه عند درويش بتاكل؟ يعني عمر برضك من 15 سنة ل 17 سنة في الحدود دي. ايه الميزة اللي انت بتحب تاخدها من عنده مش موجودة عند غيره؟ يعني اكله موثوق فيه واكله كله بلدي وتمام يعني. اكلت النيفة من عنده؟ كتير يعني النيفة اساسي عنده. النيفه عنده مميزه عن المحلات اللي بتعملها؟ خاصه ما بيعملها على الفحم طعمها رهيب يعني. حلو قوي. بلدي يعني. ايوه ايوه. وايه تاني بتحبه من عنده؟ يعني احب برضك الفراخ. كفيه كبد وقوانص تبقى مشويه على الفحم عنده برضك جميله. اختراع بصراحه كبد وقوانص. بصراحه. وعنده برضك كفته الضاني جميله. ايوه. يعني ما شاء الله عليه يعني تاكل وانت مغمض من عنده. واسمح لك يا فندم. انا اسمي محمد عبد الله. من باب البحر بالفوضيه؟ تمام. ماشي. الله يبارك فيك. طب انت شايف النيفه بتاعته طعمها مختلف عن حد تاني ولا في حد زيه بيشتغل هنا في المنطقه باب البحر؟ لا هو كل واحد ليه رزقه بس. أيوة. الراجل ده محترم من زمان هنا انا عارف يعني. انت زبون عنده من زمان؟ هو من زمان هنا رايح جاي عليه وبتاع. بتاكل حاجه عنده غير النيفه ولا نيفه بس؟ لا اي حاجه هتلاقيها كويسه ان شاء الله. ماشي. اسمك ايه يا باشا؟ اسمح. ماشي يا ابو اخبار الاكل ايه عند درويش هنا؟ لا والله الراجل ده 100 100. بالك قد ايه بتاكل من عنده؟ من صغرنا واحنا بناكل من هنا. الحاجه المميزه عنده ايه هي؟ النيفه. طعمها من زمان زي ما هو؟ طبعا. مفيش اختلاف. لا لا الراجل ده 100 100. والفراخ والكفته والحاجات دي الناس زي نضيفه وناس 100 100 والله. عشان كده احنا على طول معاهم يعني. انت راجل محترم. ربنا يخليك. شرفت بيك حبيبي يا باشا.